السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه كلكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وكل أم طيبة، والله يرحم كل أم متوفية. في فيديو النهاردة بقى هنتعلم نعمل فكرة علبة هدايا، نحط فيها الهدايا لمامتنا. ممكن تستخدموا علبة الشاي ديت أو دي، فاحنا بقى هنستخدم دي مع بعضينا. هنعمل بقى ممكن تكون يعني مناسبة لأي مناسبة، وهنستخدم دي مع بعضينا كده. هقص كده زيادة من علبة الشاي، اهي بقيت قصيتها بالشكل ده كده. وبعدين انا هستخدم قماش الجوخ لاني بحب جدا ان اشتغل بيه. ممكن انتوا تستبدلوه بحاجات كتير، ممكن فون جليتر او من غير جليتر، او ممكن قماش اي حاجه بقى متوفره عندك في البيت. هاجي بقى كده هحط الشمع على من الجنب هنا كده، وهبدأ كده احطها هنا. كده حطي شمع بردك من الجناب هنا، كده اهي. بالشكل ده كده غلفتها، احط بقى كده الحتة دي هنا كده. وطبعا يا جماعة انا قصدي ان انا اسيب الحتة دي زيادة دي عشان اتنيها كده. كده اهي اهي هجيب بقى قطعة على قد دي كده عشان اغلفها من تحت كده، احطي عليها كده الشمع. اهي بالشكل ده كده. هبدأ بقى كده ان انا احط هنا الشمع وهدخلها كده الطريقة دي. بعدين هستخدم بعد ما غلفتها كده كلها هستخدم شريط ستان، او ممكن تستخدموا اي حاجة تانية. هلفتها من فوق كده، هثبتها، هلف بردك عليها من تحت كده.
اهي كده يا اصحابي بالطريقة دي. نيجي بقى عشان نعمل الايدين، هستخدم شرايط كده علشان اثبت منها الايدين كده. عملت اتنين كده عشان اثبتهم. كده هحطهم كده الاتنين جنب بعض كده، وهحط كده هنا الشمع. كده اهمت. يجي بقى عشان نزينها كده، احنا عملنا الايدين، هستخدم كده قطعه فوم سمرة عشان اعمل فيونكه كده، بتنيها نصين كده، والقطعتين اللي دول هتنيهم من ورا كده، ومسدس الشمع طبعا. اهي عشان نثبتها هنا، اهي وثبتها كده. هاجي بقى كده اجيب قطعة حمراء، احط كده هنا حتة شمع كده يا اصحابي. كده اهي هجيب بقى كده خرزة لولي وهحطها هنا كده بالطريقة دي. ممكن بقى ان احنا اثبتها هنا كده، او هنا، او في النص كده، او تحت هنا كده، طبعا بقى اللي انتوا حابينه. انا حبيت ان انا اثبتها فوق هنا كده. هي اصحابي ممكن بقى ان احنا نحط هنا كده مثلا خرز لولي ابيض كده هنا، او ممكن نسيبها كده اهي زي ما انتوا شايفين كده. عملت منها بردك التانية اهي كده. بقى عندنا شنطة هدايا شكلها حلوة قوي كده، ممكن نحط فيها بقى الهدايا كده لصديقتنا من جوه اهي، ودي كمان اهي. دي بردك من خيط الخيش. اي بقى شكل انتوا حابينه، اي حجم انتوا حابينه. لو عجبتكم في افكارنا اهي، دي كده من علبة شاي الصغيرة، ودي من علبة شاي كبيرة، شكلها بصراحة في منتهى الجمال. ممكن بقى نحط فيها الهدايا بقى، زي ممكن الكارت ده احنا عملناه قبل كده مع بعضينا. ممكن مثلا نديه لمامتنا كده يوم عيد الام كده اهي. والعلبة دي بردك اللي احنا عملناها قبل كده كده اهي. ممكن اول بردك كانت نديها لصديقتنا، شكلها حلو قوي. طبعا يا جماعة انا اية وفي سنة اولى اعدادي، وبعمل الافكار ديت من افكاري انا وابداعاتي. ياريت بقى تدعموني بلايك وتقدروا شغلي، انا بعمل لكم حاجات كتير حلوة اهي. ياريت لو عجبتكم افكاري تضغطوا زر اللايك والشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة اول باول.